أهلا بكم. ألم أسفل الظهر من المشاكل الشهيرة جدا وبيعاني منها الناس اللي عندهم مشاكل خشونة في الفقرات أو خشونة في المفاصل الأخرى، وبيكون مصحوبة بآلام أسفل الظهر. ألم أسفل الظهر أشهر الأعراض الطبية في العالم، وهو أكتر سبب الناس بتصور في العيادات. طيب، ألم أسفل الظهر سببه إيه؟ ممكن يكون ألم مؤقت لمدة أسبوع أو أسبوعين، ده في الغالب بيكون مشكلة عضلات، لكن إحنا النهاردة هنتكلم على الألم المزمن في الفقرات القطنية، وسبب مهم جدا اللي هو خشونة أو احتكاك مفصل الحوض اللي ما بين الحوض والفقرات. إحنا اتكلمنا قبل كده عن مشاكل الفقرات، ده منظر جانبي. الفقرات اللي باللون الأحمر ده جزء من الفقرات القطنية. الفقرات القطنية عددهم 5، ده بيكون الكير بتاع الظهر. طبعا لما بيكون في مشكلة بالأشياء دي كلها بتتلخبط. في سبب تاني بقى اللي أنا بتكلم عليه النهاردة، اللي هو الاحتكاك ما بين مفصل الحوض والعصعص، اللي هو المفصل الحرقوفي الفقاري او ساكرو الياك جوينت. ده لو احنا شفنا الحوض من الامام، الحوض بيتكون من عظمتين كبار زي دول اللي هي عظمه الحرقوفه، تمام، بنلفه كده بنلاقي هنا اللي هي الساكرم اللي بنسميها صينيه الظهر او الفقرات العجزية. دول بيكونوا 5 فقرات بس ملتحمين في بعض. دي الثقوب دي اللي بيطلع منها الأعصاب اللي بتغذي الركل. فهنا بيكون المفصل زي ده، الوزن اللي جاي من الجسم كله، حتى وزن البطن، حتى وزن الظهر من الراس ونازل، عشان ينزل على الرجلين لازم يعدي على المفصل ده. المفصل ده مفصل ثابت تقريبا، ما فيهوش حركه، مفصل كبير جدا، مفصل قوي مرتبط ببعضه باربطه وعضلات قويه جدا، لكن بيحصل فيه خشونه. تمام، ده المفصل من الامام. تمام، ده المفصل ده التاني. الالم بتاعه ما بيكونش طبعا في خط النص، بيكون جنب خط النص بحوالي 2 سنتي على الجنبين، ممكن يبقى في ناحية واحدة بس أو الناحيتين. طيب بيسبب إيه؟ بسبب الاحتكاك اللي موجود في المفصل ده، بيعدي من قدامه عصب مهم جدا اللي هو بتاع الفقرة الخامسة. تمام؟ فالعصب بيعدي من قدام هنا ويمشي ورا في الفخذ، فيسبب ألم ونار وكهرباء وشد في العضلات اللي في خلف مفصل الورك ده، وبينزل في عضلات الفخذ، وبيكون الألم مؤلم جدا. طب بنشخصه ازاي؟ تشخيصه سهل جدا بالفحص. بمجرد ان نفحص المريض بنقدر نتوصل ان عنده خشونة او احتكاك في المفصل ده. طب علاجه ايه؟ احنا بنبدأ لو الأعراض قليلة، يعني بقى لها شهر شهرين، فبنبدأ بالعلاجات، انه يخفف وزنه، انه يلعب رياضة يقوي عضلات الظهر. ده كل ده بنحاول فيه من 3 لـ5 شهور. لو ما استجابش لده بنعمل حاجة اسمها حقن موضعي، إبرة هنا كورتيزون في المفصل ده، تمام، بتكون تحت الأشعة، أو لو واحد رفيع مش تخين فبنديله الإبرة هنا في المكان ده، وبتكون نتائجها كويسة جدا جدا جدا. ممكن يتعاد الحقن ولا لأ؟ ممكن يتعاد، لكن التدخل الجراحي مش مشهور في المكان ده، إلا إذا حصل التهاب صديدي أو أشياء زي دي، نادرة جدا وده يعني قليل جدا. لكن مسألة الوزن الكبير بيأثر بشدة على المفصل ده، بالذات زيادة وزن البطن. تمام، وشكرا جزيلا لكم.